السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبينا نعزو أنفسنا ونعزو سكان ولاية واد سوف على الحادثة الأليمة الفاجعة اللي ألمت بهم وألمت بنا كامل كجزائريين. ربي صبر أهل الرضع اللي نحسبهم إن شاء الله طيور الجنة في الجنة إن شاء الله، ونقدم كافة تعازينا لكل كافة مواطنين واد سوف، وخاصة لأهالي الرضع هذوما. إنا لله وإنا إليه راجعون. موضوعنا هو حصول بالماضي على المرتبة الرابعة المشرفة لأحسن مدربي العالم، the best of the coach، اللي تحصل عليها بالماضي على المرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة هذه عن جدارة واستحقاق، المرتبة الرابعة بعد الشوط الأول للتصويت تاع الجمهور. جاء دور للفنيين والمسؤولين ومسؤولي الاتحاديات الإفريقية والعالمية والعربية، وأيضا بعض الفنيين كالمدربين وكلاعبين المنتخبات الوطنية في اختيار اللاعبين وفي اختيار أحسن لاعب واختيار أحسن مدرب. جمال بالماضي يعني تحصل على مرتبة الرابعة عن جدارة واستحقاق. جمال بالماضي تحصل على علامة 26 نقطة وراء كل من كلوب في المرتبة الأولى، وفي غوارديولا في المرتبة الثانية، وبوكيتينو في المرتبة الثالثة، مناصفة المرتبة الرابعة مع مدرب أجاكس أمستردام الهولندي أجاكس أمستردام. كل شيء عادي، أمور هذه عادي، لكن الشيء الغريب في الأمر، نعرفوا احنا باللي، وانا قلتها سابقا انه مسؤول على كلامي، باللي لقجع فوزي لقجع ممثلش اول حاجة الشعب المغربي اللي نشكروه، اللي وقف مع جارش المنتخب الوطني وناصر المنتخب الوطني، وخرج في احتفالات في الدار البيضاء في الرباط في وجدة مع المنتخب الجزائري. نشكر الجمهور المغربي على الوقفة اللي وقفها مع المنتخب الوطني، هو هذه الأخوة وهذا هو النخوة اللي نعرفوها على الإخوة المغاربة اللي معروفين بأن النخوة تاعهم والشهامة تاعهم. نفس الشيء للتوانسة اللي وقفوا مع المنتخب الجزائري في نهاية كأس إفريقيا، ولا وقفوا معاه في أي مقابلة يفوز بها وخاصة في النهائي يفرحوا معنا وهم مشكورين. نفس الشيء للشعب المصري الشقيق اللي يوقف أيضا مع المنتخب الجزائري. الشعب المصري الشقيق البسيط هو اللي يوقف معه، ما نحكي على اللي لبس عليهم واللي من الناحية المادية ميسورة أمورهم، هما اللي شجعوا نيجيريا وشجعوا السنغال. أما الشعب البسيط الغلبان كما يقولوا الأخوة المصريين هو اللي يوقف مع المنتخب الجزائري، وفتح أبواب وبيوته للشعب الجزائري والمناصري المنتخب الوطني. ألف تحية للشعب المصري الشقيق، ألف تحية للشعب المصري البسيط، ونشكرهم على كل الدعم لكل الجزائريين وكل الدعم للمنتخب الوطني. هذه ما نقدروش نحوها، هذه لفتة إنسانية وشعوب عربية وأخوة في نفس الوقت ومسلمين وأخوة وأشقاء، ما نقدروش نحوها. بصح الشيء الآخر ولا الجهة الأخرى، كي نقولوا فوزي لقشع نقولوا باللي يطبق في سياسة معينة، سياسة معينة هو كراهية لأي كل ما هو إطار جزائري مسؤول، لكل ما هو جزائري إطار جزائري مسؤول. احنا نعرفوا باللي احنا الغرب عندنا، احنا نكرهوا بعضنا، كنهضروا الصراحه احنا جزائريين نكرهوا بعضنا ونهزوا ونحقدوا على بعضنا ونغلوا نهزوا الحقد والغل على بعضنا. احنا نعرفوا باللي روا كان سابقا في كيما كان في الكاف، كان هذا لقجع وجماعه نتاعو ما يحبوش، مش ما يحبوش، روا كشخص ما يحبوش جزائري يكون في مسؤولية. أنا والمتوكل ثاني كيف كيف هما أحرار، صح أنا اللي تغيظني يجيني واحد مسير أحد الساعة هو رئيس الاتحادية الجزائرية يتصالح ويدير تحالف مع لقشع اللي يكره كل ما هو جزائري، هاي اللي تغيظ. لما يغيظنيش أنا تكره روراوة ولا عندك مشكلة مع روراوة، أنت حر، مي بصح تحط إيدك في إيد اللي يكره الجزائريين، وماذا به جزائري ما يوصل في السلطة ولا يوصل في مناصب عليا.
يكرهك صح انت سكارا في ورا ايا نروح انا نحابي لقجع نعطيك الاخرى اوفيسيال هذه اوفيسيال نعطيها لخوتي الاخر ممكن ما كان الناس ما على بالهاش كاين ناس على بالها لقجع اللي يحبوا زاتشي واللي يضرب له الشيتا زاتشي وماجر في نفس الوقت ماجر وجو وزاتشي سكارا في وراوا لقجع راح ينحي لكم 3 جوال راح يديهم ليه وراح يزيد يدي العديد من اللاعبين ويتصل بلاعبي جزائريين وراح يديهم وضربوا الشيتا انتم اللقجع وضربوا الشيتا سيدكم اللقجع سكارا زعما في وراوا وراوا مش محاسبكم خلاص مش معبركم خلاص ما وش على بالو بكم خلاص ديروا 10 وقصوا ليسونسيال قلنا لكم بالتاريخ اضربوا الشيتا لقجع لقجع راهو يرد لكم في الصاع صاعين وكاو ضربوا الشيتا ليه نسيتكم لقجع هذو ما الاتحادية قلنا يضربوا الشيتا لقجع ما كفاش الشيتا لقجع راحوا الوديع جاري رئيس الاتحادية التونسية راح يتملقوا له وراح كما نقولوا حنا يتودوا له حنا رانا كونتر راهو اللي كنت معاه في خلاف حنا رانا مش ما نقبلوش راهو ما نحبوش حبينا نفتحوا اي صفحه جديده معاك كونتر راهو ها عطاكم الاخرى مدرب تاع منتخب بلادكم الجزائريين مدرب جمال بالماضي ما حبش يصوتوا له لا المغرب لا تونس مش نحكي على الشعب الشعب فوق راسنا الشعب التونسي ولا المغربي ولا المصري فوق راسنا نحترمه ونقدره وديع الجري ما حبش يصوت المنتخب التونسي وهبي الخزري قائد فريق ما حبش يصوت برافو نفس الشيء المنتخب المغربي لقجع وجماعته ما صوتوش بالماضي لانه بالماضي جزائري واذا جزائري راح يدي حاجه ما نعطوهالوش نفس الشيء المنتخب المصري شحاته اللي جلنا وكرمه وقال له ما نشجعش الجزائر وما عندي ما ندير بالجزائر وما روحش نشجع الجزائر ونتمنى خسارتها في اي مقابله جل هنا عطاوه تكريمات والهداف تي في ياك تعرفوها تكريمات وراه شحاته وكبروا به وجابوه مع بن شيخ قاعد معاه مع ماجر صديقي وحبيبي ماجر ها وطاك من الصف مش نحكي لا نعطيك مع المنتخب المصري هنا شحاته من بين الناس اللي معروفه بكره على الجزائر عطاها من الصف ما صوتش بالماضي قضية تاع بالماضي صوت وما صوتلوش على بالنا مش عيديها احسن مدرب بصح ميسي صوت على غوارديولا وصوت على مدربين ارجنتينيين ود بلادو عندهم النخوة على هذوما عندهم النخوة وعندهم يحبوا الانتماء بصح هذوك كي مغرب كي مصر كي تونس علاه ما تصوتوش بالماضي يا اخي مدرب عربي وافريقي وجزائري وجاركم ومسلم تديكمش النخوه عليه ميسي تدي النخوه على اولاد بلادو رونالدو كريستيانو رونالدو دوك نتكلموا عليه داتو النخوه وصوت على ولد بلادو على بالو مش هيدي احسن مدرب صح علاه الحق بالكراهيه هذه علاه انا كل خاوه على كل مسلمين علاه ديننا واحد علاه الطريقه هذه علاه الله يهدينا على كل حال رونالدو كريستيانو يعطي دروس يصفع كل من يدعي الاخوه والشعب والاشقاء مش نحكي على الشعب نعاود دائما نكرر مش نحكي على الشعوب شعوب مغلوبه على امرها مش نحكي على الشعوب خلاص الشعوب نحيتها بجهه نحكي على المسؤولين كريستيانو يعطيكم صفعة يا لقجع ويا وديع الجاري ويا قائد المنتخب المصري يعطيكم في الصفعات رونالدو صوت على ود بلاده بطبيعة الحال رقم واحد رقم اثنين جمال بالماضي ومن بعدها يقول لك أخوة أشقاء نحط يدينا في ايد لقجع مكر سكارا في روراوا عدو الجزائر روراوا الديكتاتور روراوا الفرعون روراوا شتو اللي جاب لنا كوب دافريك اللي جاب لنا كوب دافريك يحط ايده مع لقجع مع وديع جاري سكارا في روراوا ها هو لقجع عايز يدينا حيل 3 جوار من ليكيب ناسيونال زيد حط له ايدك في ايده واضرب له الشيتا اضرب مليح الشيتا يا احسن مسير في الجزائر وفي افريقيا واللي جاب لنا الكوب دافريك سي زاتشي وجماعته مش غير زاتشي جماعته كامل
نشكر باش ما ننساش، نشكر دولة قطر وقائد المنتخب القطري والهيدوس على التصويت نتاعو لجمال بالماضي. ما ننساوش ايضا عمان، سلطنة عمان، السودان، بعض الدول الافريقية، يعني مشكورين على الوقفة نتاعهم، مشكورين على التصويت لصالح بالماضي. ما ننساو حتى واحد يعني اللي صوت بالماضي. الامارات ايضا ما ننسوهاش صوتت بالماضي، مشكورين الاخوة الاماراتيين. اليمن نفس الشيء، مشكورين الاخوة اليمنيين اللي صوتوا الجمال بالماضي. الله يهدي الناس اللي مازالت عندها حقد وغل ضد من كل ما هو جزائري، اللي سواء مدرب ولا لاعب ولا اطار جزائري. الله يهدينا. جمال بالماضي ايضا يصفع بعض المصريين، مش نحكي على الشعب، نحكي على المسؤولين المصريين ولا القائد المنتخب المصري اللي صوت ضد جمال بالماضي. هو صوت لصلاح، رقم واحد صلاح، رغم انه قالوا زعما ممنوع باش يدخل لمصر، بالماضي لازم نحاكموه، ممنوع باش يدخل مصر، منهم هذاك العرة مرتضى منصور والغندور هو ومحرز. محرز ايضا صوت لصلاح، صوت الماني صلاح. بالماضي صوت لصلاح، رقم واحد صلاح، هذا اللي قالوا من ممنوع. احنا خطره ما عندناش ما ندخلوش امور السياسه ولا امور، احنا اصلا عفويين، احنا كي نحبوا واحد نحبوه، ما عندناش انا مهم يكون رئيس نتاعو ضدنا ولا مسؤول نتاعو ضدنا، نحبوا الشخص نحبوه. احنا ماناش شياتين، الجزائري الاحرار مش شياتين. الله يهدينا على كل حال، ان شاء الله يرجع النفوس لبعضها، وان شاء الله تروح هذه الكراهيه والحقد، خاصه بين المسؤولين، لان الشعوب بريئه من هذه التحالفات والتكتلات وهذه السياسه الفاشله، سياسه الحقد والكراهيه. في الاخير ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.